البحر على البحر. نتكلم عن الطعام والشراب. زلنا نتكلم عن الطعام والشراب. في يوم الرئة توصلنا إلى المفردات الإضافية. المفردات الإضافية. صفحة 17 و100. مفردات إضافية. دور الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. ماذا يا سلطان؟ 17 و100. 17 و100. الأولى، الثانية، الثالثة. انظروا إلى الصور، انظروا الكلمات، والصورة. الأولى، انظر الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. هذه الأعداد، الأعداد المراقبة، والأعداد التركيبية. نستعمل هذه الأعداد للمؤنث. أما قد درسنا عن الأعداد، العادية والأعداد المراقبة للمذكر، مثل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. أما الآن نتكلم عن الأعداد المراقبة للمؤنث. yang kemarin kita ada belajar apa yang bilangan urut untuk mudzakkar, yang ini untuk muannatsnya al awal, muannatsnya al ula, dan seterusnya. Nakra awalan al ula, al thaniya, al thalitha, al rabi'a, الخامسة. أقرأ كل كتاب. لا، الأولى. أنت هنا. الأولى. هذه الأعداد للمؤن. أما للمذكر الأول،
المساعد تبدأ في المؤنث أولا، الأعداد للمؤنث، الأعداد المرقبة للمؤنث، الأو الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. طيب أعد 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 يا سعيد، أعد أعد يا سعيد. الثانية الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. هذه الأعداد للمؤنث. أما للمذكر الأول ثم الثاني الثالث الرابع نرجع الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. هذه الأعداد للمؤنث. أما للمذكر الأول الثاني ثم الثالث ثم بعد الثالث كم الرابع ثم الخامس. مثلا في أي دور أشقة الجواب مثلا أشقة في الدور السادس أو أشقة في الدور الخامس. دور مذكر. في أي غرفة تدرس مثلا في أي غرفة غرفة أنت تدرس. الجواب في غرفتي الخامسة. أجل هل فهمت يا إرشاد؟ طيب والآن تراكيب النحوية. نحصل تراكيب النحوية تراكيب النحوية مدر. ثمانية عشر ومئة. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. تبادل السؤال يا سعيد. تبادل ما معنى تبادل؟ ما معنى تبادل؟ مرزا إرشاد. درسنا عن الكلمة تعلم تبادل. أنا تبادل تكار. تبادل السؤال والجواب. مثلا أنت تبادل السؤال والجواب مع زميلك. طيب كما في المثال. المثال انظر المثال. أين الغداء؟ الغداء على المائدة.
Aina al-ghada? Al-ghada'u 'ala al-ma'idah. Baik, undur surah. Undur ila surah. Hunaka surah surah lil-ghada. Lil-ghada. Hunaka surah lil-ghada. Undur ya Hanif. Al-ghada. Baik. Al-ghada. Dan aina al-ghada? Aina al-ghada? Baik. Al-ghada 'ala al-ma'idah. Baik. Eh, walan. Hunaka surah lil-fatur. Lil-fatur. Baik. Ij'al kama kama fi misal ya. Ya juga. Ij'al ma'a ma'a Sultan. Ib, ya, ibda min kayu juga. Al-Fatur al-Ma'idah. Dan makna al-Ma'idah? Jalan. Nah, ini untuk apa? Kunaka surah Al-Quran al-Ma'idah. Ib. Al-Asya. Ib, al-an tabadal ya. Tabadala ya Sultan wa Yuga. Al-an anta is'alan is'al ya Sultan is'al ila is'al di yoga al-fatur al-fatur baik al-asya ghazi wa ma'a ma'a sa'id Ghazi wa Sa'id Al-Asya Aina Al-Asya Bisaudin Ali Bisaudin Ali Irfa' Sautak Irfa' Sautak Ah Al-Asya'u 'ala al-Ma'idah. Al-an anta is'al, is'al ya Sa'id. Is'al li Ghazi. Is'al. Aina al-Asya'? Al-Asya'u 'ala al-Ma'idah. Aina as'al? Wal-an? Mirza. Mirza wa Ezar Samak alal ma'idah Tabadal Anta is'al ya Muzza is'al As-samak 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 Ad-Dajjaj Imam Hanif